تعتبر آلة القانون واحدة من أهم الآلات الموسيقية الوترية العربية وأعذب وأروع. بعضها يضعها في مكانة البيانو بالنسبة للموسيقى الغربية والتي يقوم بدور المسير لباقي الآلات الموسيقية. كلما استمعنا إلى عزف ضيفتنا المنفرد على آلة القانون يجول بنا الخيال بين عوالم جميلة تمتزج فيها النكهة الشرقية بعالم جميل من الرومانسية بعذوبة صوت هذه الآلة. ويقال على كل عازف قانون أنه إنسان عاشق بالدرجة الأولى للحياة للناس وللجمال، وضيفتنا هذا الصباح عاشقة لآلة القانون حتى النخاع، أنها عازفة القانون السورية الشهيرة مايا يوسف. صباح الخير. بداية عزف جميل وأنامل جميل، ليش آلة القانون؟ ما الذي يميز آلة القانون بالذات؟ أنا اخترت آلة القانون بعمر صغير، بعمر 10 سنوات، هذا الشيء بتشجيع من أهلي. آلة القانون هي آلة ساحرة، يعني أنا سمعت مرة لتسجيل وفورا رحت سجلت من ضمن طلاب آلة القانون، لأنه لازم يكون في اهتمام أكثر بهالآلة لأنه متبلش تنسى. نعم، هذه الآلة آلة القانون كانت دائما مرتبطة باسم عائلات كبيرة وعريقة عبر التاريخ العربي. صحيح، يعني تكون في عائلة معينة مشهورة بأن أفرادها يعزفون آلة القانون. صحيح. هل نقدر نقول أن آلة القانون مش آلة شعبية ولا شعبية ولكن عائلات يعني تمرسوا فيها؟ هلا هذا الشيء صحيح، مثلا في عندنا عائلة شهيرة بسوريا اسمها قانونجي. عازفين القانون يعني اختصاصهم عازف القانون. بس لا طبعا، لا الموسيقى للجميع، يعني ما فينا نقول انه ما تكون مختلفة يعني. لا لا لا، حكر على شخص معين او عائلة. طيب عائلة معينة. بدي ارجع على اول ما بلشتي، خبريني كيف كانت تجربتك في تعلم القانون، كونه يعني نحن عم نحضرك يعني آلة صعبة فيها تفاصيل كثير. طيب. بتفتحي اشياء، بتعزفي بمحل ثاني. طيب. خبريني عن هذه التجربة اكثر. انا بلشت دراستي بمعهد صلح الوادي وبعدين تخرجت من المعهد العالي للموسيقى. صحيح مثل ما قلتي، لانه هي الاله طبعا مثل ما شايفين فيها تنزيل عرب، رفع عرب، في اربيجات مثل اله الهارب، اله دقيقه جدا، يعني اي لمسه بتطلع ممكن تطلع صوت صحيح او ما صحيح، فلذلك العزف بيطلب كثير من التمرين وكثير من الجهد حتى تصل لمرحله معينه. قديش اخذتك اول مره لتعزفي؟ يعني عمر 10 سنين، اول سنتين كانوا اهلي عم يستحملوني لانه كان العزف بدائي كثير، فيعني سنتين يعني حتى لما تمكنتي منها، يعني سنتين حتى تاخذ الاساسيات فيك. نعم. بعدين هي الاله من اسمها اسم قانون. صحيح، يعني صعبه. يعني معقده شوي، يمكن لهذا السبب هي جميله جدا، لان كل ما الشيء كان معقد ومتشعب يعطي نتيجه رائعه في النهايه. قلتي ان اقل لمسه ممكن تطلع صوت. هذا القانون لازم تلتزمين فيه في عزف آلة القانون والحركات اللي تعملينها على جنب، هل تحد من إبداع الشخص تخلي تفكيره دائما متركز على أنه كيف يعزف النغمة صح، ما في مجال أنه هو يطلع إبداع أكثر ولا لا؟ بالعكس، آلة القانون فيها مجال كبير للإبداع. صحيح، أنت قلت شيء كتير صحيح، هي بدك تتمرن كتير 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 لحتى تتخطى مرحلة القلق على التكنيك. أوكي. وتقدر تعطي موسيقى. فهذا الشيء بيتطلب سنوات من العزف يعني والتمرين. مضبوط ملاحظتك محلها. أوكي. طيب بدنا نسمع مقطوعة جديدة قبل ما نكمل حوارنا مع حضرتك. أوكي. مع السيدة أم كلثوم. شو رح تسمعينا؟ السيدة أم كلثوم، السفاكر. للسفاكر. تفضلي.